والليلة دي فرح كمان عشان سما المصري. سما عرفت فين الشبشب بتاعها. الحمد لله. فضلت تزن أحمد وتقول أحمد الشبشب ضاع، أحمد الشبشب ضاع. لحد ما أحمد لقاها الحقيقة. وقال لها فين مكانه؟ قال لها إن في فردة في البرلمان في أول صف. فقررت تخش البرلمان عشان تدور على الفردة دي والفردة التانية في صف تاني. لا الحقيقة أنا من قبل الموضوع ده أنا اتضايقت من أغنية أحمد الشبشب ضاع، لأن رد ما أغنية عن العين. بس واضح كده ان في واحد فرحان بترشح سما للبرلمان. هاخد حسين من الجماليه. اتفضل يا حسين. الو مساء الخير يا مدام لمين. مساء النور، اهلا بيك. انا مش عارف حضرتك متهاكمه ليه عليها كده، ما تسيبيها حاجه طريه حلوه تحلي القعده كده وتحلي المجلس كده. نخرج بره بالليل شويه نهز ونوز بس يا حسين. لا يا حسين بلاش الالفاظ دي عندي. يا حسين لا يا حسين لا يا حسين. لا يا حسين، ما تسيبي حسين يا لميس يفرح شوية. مش عايزة يا لميس، مش عايزة الناس تفرح ليه؟